صاروا لهم 8 سنوات مهجرين وناسحين، شنو ذنبهم دولة؟ يعني ما حد يقدر يعدكم مسؤولين. الرد الشيخ عدنان يعني جماعته وربعه قاعدين هسه بالصحراء، شوف هالخيام مالتهم ما حد من يقعد بها. يلا هاي بزيبس، هذا بزيبس، هذا ما ينقص بزيبس، لا نفط عندهم لا قضايا عندهم، كل شيء واحد مراحل غير رحمة الله. النازحين والمختفين بالسواد والمظلومين في كل مكان من تراب الوطن.